我非常欢迎啊，总统殿下对中国进行国事访问，并出席中亚合作论坛第十届部长级会议开幕式。阿联酋是中国重要的全面战略伙伴，中方始终把阿联酋置于中国中东外交的重要位置。近年来，在我们的共同引领下，中阿关系保持良好的发展势头，树立了新时期中国和阿拉伯国家关系的典范。今年是新中国成立75周年，也是中阿两国建交40周年。中方愿同阿方一道努力，继续从战略高度和长远角度牢牢把握两国关系的大方向，确保中阿全面战略伙伴关系始终蓬勃的发展。أخي وصديقي العزيز فخامة الرئيس شي جين بينغ، أود بداية أن أعبر لكم عن سعادتي البالغة بزيارة بلدي الثاني جمهورية الصين الشعبية. لقد سعدت بحضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني، ونتمنى كل التوفيق للصين في استكمال انعقاد هذا الحدث المهم. إن دولة الإمارات تولي الأهمية البالغة والأولوية القصوى لشراكتها مع الصين